اهلا بيكم في جامعه الجلاله في برنامج العلاج الطبيعي. البرنامج عباره عن 190 ساعه معتمده، بيبقى حوالي 10 سمسترز. اول 4 سمسترز بينكلود البيزك كورسز اللي هي بتدرس من طب او علوم او من العلاج الطبيعي نفسه، وبدايه من السمستر الخامس بنبتدي الكلينيكال كورسز اللي فيها بيبقى كلينيكال تريننج في المستشفيات. بعد ما نخلص ال 10 سمسترز بنبدا سنه كامله امتياز عباره عن 12 شهر، كل شهرين بيبقوا في تخصص معين من تخصصات العلاج الطبيعي، اخر شهرين بيتركوا لاختيار الطالب، ومستنيينكم في جامعه الجلاله.